أهلا بكم. تقريرنا السياسي خصصناه للحديث عن زيارة أمير قطر لقطاع غزة وماذا حملت من أبعاد ودلالات والمواقف الفلسطينية المتباينة من هذه الزيارة التي تزامنت مع تصعيد احتلالي على القطاع. ومن الطبيعي أن نتوقف تحليلا وتشخيصا مع الأهداف الحقيقية للزيارة وتوقيتها ونتائجها، ونناقش التصريحات والتخوفات التي صدرت عن بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وفي جعبتنا مجموعة من الأسئلة سنطرحها على ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور باسم الزبيدي. وفي حلقة هذا الأسبوع أيضا، إضافة إلى التقرير السياسي، أربعة تقارير أخرى سنعرضها تباعا، وتتناول الانتخابات المحلية وواقع خريجي كليات الإعلام، ونختم بتقرير عن التراث. لكن البداية مع العناوين. أمير قطر يزور قطاع غزة على وقع القصف الإسرائيلي. مجالس بلدية وقروية جديدة، وهناك من يتحدث عن خروقات انتخابية. القوائم الانتخابية النسوية تصطدم بحائط الحزبية والعشائرية. سوق العمل يدير الظهر لعدد كبير من خريجي كليات الإعلام. التراث الفلسطيني صامد أمام مخططات الطمس والتبديد. إذن إلى تقريرنا الأول. قوات الاحتلال تسبق زيارة أمير قطر بتصعيد وتتبعها بتصعيد آخر، فيما ردود الأفعال الفلسطينية على هذه الزيارة بدت متباينة. أما إسرائيل فقد ادعت أن الزيارة تدعم ما أسمته بالإرهاب، فيما الخارجية الأمريكية قد رحبت. زيارة أمير قطر إلى قطاع غزة بما حملته من دعم مالي وسياسي لقيت ترحيبا واحتفاء من قبل حماس التي اعتبرتها بمثابة كسر حقيقي للحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، فيما قوبلت بتحفظ وتخوف السلطة الفلسطينية من منطلق أنها انتصار لطرف فلسطيني على حساب طرف آخر، إضافة إلى تعزيزها لسلطة حماس وبالتالي تعميق الانقسام. قطر التي تحاول في هذه المرحلة فرض وجود فاعل لها في المنطقة رغم حجمها الصغير، وجدت نفسها ولأول مرة أمام انتقادات إسرائيلية لاذعة لدعمها حماس وتدخلها في الشأن الفلسطيني، بينما حظيت في المقابل بتأييد الخارجية الأمريكية التي عبرت عن مشاطرتها قطر في تقديم الدعم الإنساني لمواطني غزة، الأمر الذي يوفر للتوجهات القطرية غطاء أمريكيا واضحا. ويرى مراقبون أن خروج حماس من سوريا وتأييدها للمعارضة السورية قد أسهم في تقوية علاقاتها مع قطر التي تعتبر من أشد المناهضين للنظام السوري في هذه المرحلة، غير أن إسرائيل لها موقفها الواضح من القطاع ومن حماس ومن المقاومة الفلسطينية بشكل عام، فقد استبقت زيارة الأمير القطري بتصعيد على القطاع من خلال اغتيال مقاومين، وأتبعت الزيارة بتصعيد آخر راح ضحيته عدد من كوادر المقاومة، وفي ذلك رسالة واضحة لقطر والأطراف الفلسطينية مفادها أن استراتيجيتها تجاه القطاع لم تتغير، وعناوينها تشديد الحصار والقتل والتدمير وعدم القبول بأي توجهات عربية تسهم في التخفيف عن مواطني القطاع. نرحب بك دكتور باسم، كيف قرأت زيارة أمير قطر إلى قطاع غزة؟ يعني أكثر من زاوية صحيح يجب الانتباه إليها في هذه القراءة. بداية هناك طرفين لهذا المشهد، قطر وحماس. قطر معنية تماما بحركة من هذا النوع، هي بلد إمارة
يعني تريد أن يكون لها قول في كل الملفات الراهنة في المنطقة، سواء الملتهبة كما هو الحال في سوريا، أو السياسية كما هو الحال في مصر، أو الإنسانية المرتبطة بالحصار كما هو الحال في غزة. وبالتالي هذا جزء ينسجم مع توجه إمارة قطر في سياسة الخارجية لأسباب تعتقد قطر أنها جزء من دور قطري خاص بها. من منظار حماس، هذه الزيارة جاءت أيضا صبت بشكل إيجابي جدا بما تريد حماس. حماس بعد الهبات العربية أصبحت ترى أنها هي أحد المنتصرين الهامين في هذا التغيير بحكم علاقتها وارتباطها مع الإخوان المسلمين، وبالتالي من البديهي جدا أن يتم الاعتراف بشرعية ومشروعية وحق حركة حماس بما تمتلكه من موارد وبطاقات بيدها في هذه اللحظة. يعني وأهم هذه البطاقة هي هذه غزة. بداية ثمار ما حدث في دول المحيط العربي بالنسبة لحركة حماس، أعتقد مرتبطة من صعود للإخوة المسلمين. نعم أعتقد هي مرتبطة تماما. يعني حماس الآن تعتقد أنها وصلت إلى حدود القوة والنضوج والبأس التي لم يعد من الممكن أن تقبل ما كان يطلب منها سابقا بتقديم التنازلات، وهنا أقصد فلسطينيا في موضوع المصالحة. يعني من شاهد على التلفاز حتى الجوانب الرمزية لهذه الزيارة يلاحظ أن حماس تصرفت على أنها نظام حاكم بكل المواصفات البروتوكولية، السجاد الأحمر والكلمات والنبرة وإلى آخره. يعني هناك نظام حكم، وحماس واضح أنه ليس بواردها أن تتنازل عن نظام الحكم هذا، وإنما بواردها ربما تعميم مثل هذا النظام على يعني على الضفة الغربية. يعني وهذا ما يفسر دكتور تخوفات السلطة وبعض التصريحات القلقة أو الحذرة من قبل بخصوص هذه الزيارة. نعم هذا يعني هذا أمر مقلق من أكثر من زاوية. يعني يفهم تماما لماذا هناك قلق فلسطيني رسمي. مثل هذه الزيارة تمت يعني عبر التعاطي مع غزة وكأنه خارج نطاق السيادة الفلسطينية الرسمية المعبر عنها بسلطة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية برام الله. تم التعاطي معها كإقليم بيد طرف آخر، وبالتالي هذا من شأنه أن يعمق حالة الانقسام وأن يطعن بشرعية المصدر الحقيقي للشرعية الفلسطينية والمعبر عنه بالمنظمة والسلطة، يعني بصرف النظر عن المآخذ عليهما. بالتالي نعم هو اعتراف نوعي وحاد سياسي واقتصادي بسلطة حماس في غزة. واضح أن قطر عبر هذه الزيارة وهذه المساعدات هي دفعت الحالة في غزة لأن تكون بداية لمرحلة قادمة قائمة على التمايز بين غزة والضفة الغربية. وفي ذلك في رأيك ترسيخ للانقسام؟ نعم في هذا ترسيخ، وسيكون له تبعات سياسية خطيرة جدا فلسطينيا فيما يرتبط. يعني إن كان مسألة المصالحة أمر متعذر بالأمس، فأعتقد أننا نقترب من أن يكون شبه مستحيل في ظل هذه التطورات خاصة بعد الزيارة. طيب دكتور، إذا كان الأمر كذلك، لماذا إسرائيل أخذت موقفا سلبيا من هذه الزيارة ووصفتها يعني بعبارات سياسية انتقادية شديدة؟ يعني طب إذا كان الوضع سيرسخ الانقسام وسيشظي الأراضي الفلسطينية وسيجعل من الوطن وطنين ومن الحكومة حكومتين، فهذا يعني بالمحصلة النهائية يصب في صالح إسرائيل، فلماذا إسرائيل يعني تنتقد مثل هذه الزيارة إذا لم يكن هناك يعني أشياء أخرى تقلقها؟ يعني هذا برأيي موقف إسرائيلي تقليدي. إسرائيل يعني حتى عندما تتعامل مع الولايات المتحدة هي تتعامل من يعني منطلقة من منطق أنها شريك. لا يعني إسرائيل لا ترى بنفسها أنها لاعب ثانوي، بالتالي هي ترى أن مثل هذه المبادرة القطرية أو سواها من المبادرات يجب أن تأتي بدرجة ما من التنسيق مع الجانب الإسرائيلي. بالتالي هناك نوع من العتاب الإسرائيلي على هذه الخطوة القطرية، ولا أعتقد أن
يعني الأمر هو غضب إسرائيلي حقيقي على قطر، لأنه قطر عمليا سياساتها الإجمالية في المنطقة واحد من أهم أبعادها أن مثل هذا التوجه الجديد نحو غزة يمكن أن يعني مزيد من التدجين السياسي لحركة حماس للتركيز أكثر على الجوانب السياسية والابتعاد تدريجيا عن مشروع المقاومة المسلح. وهذا أمر على المدى الاستراتيجي أخبار طيبة جدا بالنسبة لإسرائيل، وأعتقد أن إسرائيل هي على دراية في ذلك. لكن يعني كانت يعني معقول أن الزيارة دكتور تتم بدون تنسيق قطري أمريكي إسرائيلي؟ طبعا من المستحيل، يعني يعني من المستحيل تماما، يعني كان من الناحية اللوجستية واضح تماما أن مصر ساهمت بالترتيب اللوجستي الميداني لهذا الموضوع للعبور لقطاع غزة، ولكن سياسيا واضح تماما أن الولايات المتحدة هي مؤيدة لذلك، وأن إسرائيل غير ممانعة ويعني ولم تكن ممانعة. يعني هنا يجب أن نلاحظ أنه مهما كان لو كان في رفض إسرائيلي للموضوع يمكن يعني زيارة طبعا، فأعتقد ما تمت. يعني كان بإمكان إسرائيل عمليا بأكثر من طريقة أن توقف مثل هذه الزيارة لو كانت غير مرضية بالنسبة لها. أعتقد بغض النظر كيف سيكون الحال عليه في قطاع غزة من يعني من كسر الحصار ومن ربما مجيء عرب آخرين إلى غزة، هذا لن يعني ولا للحظة واحدة أن إسرائيل ستكف عن سياستها الدائمة اللي هي توجيه الضربات بين ألفين والأخرى لغزة، وربما بشكل متفهم في بعض الدوائر، بمعنى أن غزة الآن هي ليست فقط تحت سلطة حماس، وإنما هناك أيضا أطراف ومجموعات يقال أنها سلفية جهادية، وهناك يعني فيها تتقاطع مصالح الكثير من الدول إسرائيل وغيرها لتوجيه مثل هذه الضربات. فما أقوله باختصار أن غزة ستكون مكان ستلقى عليه الأسلحة الإسرائيلية باستمرار، ولا ينبغي أن يحسب ذلك على أنه بالضرورة ضد حماس. واضح أنه قبل الزيارة تصعيد وبعد الزيارة استمرار لذلك تصعيد. يعني حماس تعتبر أن هذه الزيارة شكلت كسرا واضحا للحصار، وأن هذه الزيارة سيتبعها زيارات أخرى لمسؤولين عرب، وأن الحصار الذي فرضته إسرائيل عمليا انتهى بهذه الزيارة. المبالغ التي جلبها الأمير القطري والمشاريع التي ستنفذ وغير ذلك، هل نستطيع القول دكتور باسم إن الحصار المفروض على قطاع غزة قد انكسر؟ بالضرورة لا. الحصار يعني في نوع من التبسيط والتسطيح للأمر. الحصار هو لا يعني يعني بالضرورة حصار اقتصادي بالمعنى الضيق، يعني عدم وجود موارد. لا، هناك حالة يعني هناك مضامين سياسية كمان من الضرورة الانتباه لها تماما. حماس حتى هذه اللحظة ما زالت بالمواصفات الأمريكية والإسرائيلية غير قريبة من الشروط التي تجعل منها لاعب سياسي شرعي. حتى هذه اللحظة لم تصل إلى ذلك الحد، لكن أنا أرى أنها سائرة بهذا الاتجاه، وبالتالي من المبكر كثيرا القول أن الحصار قد أنهي الآن. أقول أنها سائرة بهذا الاتجاه لأنها جزء من حركة الإخوان المسلمين في المنطقة، وقريبة جدا على الحكومة المصرية أو على النظام المصري الجديد، والذي هو يقترب رويدا رويدا من تفهم الاعتبارات العريضة للسياسة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، لكن لم تصل إلى حد القول أن حماس الآن هي لاعب شرعي مشروع جيد يجب أن يكون جزء من اللعبة السياسية القادمة. هو بحاجة لبعض الوقت، وبحاجة حماس من وجهة نظر الآخرين لأن تقدم ما من شأنه أن يطمئن الآخرين بأنها ستلعب بقواعد سياسية، ولكن هنا الخشية هنا تكون أنه إذا ما تم توجيه مثل هذه المطالب من حماس على المدى البعيد، ربما سيترجم ذلك بأن حماس سينظر إلها على أنها ربما بديل قادم لقيادة الشعب الفلسطيني، وهنا سيكون بمقدور الولايات المتحدة وإسرائيل فعلا أن توجه الضربة القاضية للمشروع الوطني بمواصفاته الوطنية القديمة كما عهدناها، وعندئذ ستتعامل مع غزة وحماس كما تتعامل مع مصر وتونس ويعني وحكومات الإسلام السياسي. هذا الأمر غير مستبعد، وأعتقد أنه وارد بقوة بذهن المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين والإسرائيليين، وهذا يعني تلقائيا لكي تكون حماس لائقة
في موقع مناسب لها في هذا المشهد عليها أن تعدل الكثير الكثير من الجوانب الأيديولوجية والجوانب السياسية في رؤيتها، وهذا يعني إمكانية العمل معها كما هو الحال الآن بسهولة العمل بين الولايات المتحدة والحكومة المصرية. طب هناك من يقول أن زيارة الأمير القطري والتطورات التي حصلت في قطاع غزة من محاولات هنا ومن هنا وهناك لكسر الحصار ارتبط بصمود حركة حماس في قطاع غزة، هي تعرضت لحصار لاعتداءات إسرائيلية واستهداف قياداتها وكوادرها، لكنها صمدت واستطاعت أن تتأقلم مع الحصار. وكما قال أحد قيادات حماس إننا قد شكلنا بهذه التجربة وبصمودنا وباستمرارنا نموذج لدول عربية أخرى أخذت تحذو حذونا في بلورة الحكم ويعني الوصول للحكم ومن ثم يعني ممارسة سيادتها في بلدانها، وقصد مصر وتونس أيضا. يعني ألا يمكن أن نسجل شيئا إيجابيا لصالح حماس على صعيد الصمود والتواصل بعيدا عن السياسة انقسام أو مش انقسام، قديش هذا يعني تناقض مع السلطة الفلسطينية أو لم يتناقض، أحكي عن الصمود كمعنى ونموذج. نعم طبعا طبعا، يعني هذا برأيي نوع من الإجحاف ونوع من العمى السياسي ونوع من الحقد السياسي عدم الاعتراف بذلك. يعني حماس سواء كان الشخص يؤيد نهجها أو يعارضه استطاعت أن تصمد، استطاعت أن تكون طرف عنيد تماما غير سهل أمام الاستراتيجية الإسرائيلية، وهذا يحسب لها. قطاع غزة وضع اقتصادي صعب جدا، تحت الحصار الإسرائيلي مباشر، تحت الضربات جغرافية، المساحة محدودة وصغيرة، يعني استطاعت بشكل أو بآخر أن تدير حياة الناس العامة بدرجة من المعقولية في نطاق الظروف المحيطة، وبالتالي هذا يحسب لها. لكن يعني بالسياسة دائما هناك ربح وخسارة، وهناك ما هو المضيء وما هو المظلم. إضافة لهذه الجوانب البراقة والمضيئة بتاريخ حركة حماس المقاومة، إلا أن هناك في أيضا جوانب أخرى تكاد تكون مظلمة تتمثل على ما يبدو أن حماس لم يعد بواردها أن تقدم بسهولة ما هو مطلوب منها كقاسم مشترك أعظم لإعادة لم الشمل الفلسطيني، وهذا أيضا من الناحية السياسية منطقي تماما، أنه من يمتلك الموارد، يعني من يمتلك مقدار عظيم من الموارد، موارد القوة، يعني يجنح قليلا لأن يتنازل يعني عن الأشياء، وبالتالي هذا مأخذ ربما، لكن هو مأخذ على يعني عادة هو مأخذ على الأقوياء، انه يعني ببطلوا عملية مستعدين انهم يستوعبوا الاخر ويقدموا الاشي اللازم، كما فعلت تاريخيا حركة فتح ومنظمة التحرير ضد حماس. يعني مرت كمان سنوات طويلة جدا تعاملت المنظمة بشكل ارعن تماما مع حماس عندما كانت في الشارع في المؤسسات موجودة، كان هناك نوع من التنكر لهذا الوجود. بالتالي حماس الان بمعنى ان الانقسام دكتور مرشح لمزيد من الاستمرار والتواصل. نعم، وبالتحديد لأنه أرى أن هذه اللحظة هي لحظة ذهبية بالنسبة لحركة حماس، هي لحظة صعود، هي مرتبطة عضويا بالمناخات في المنطقة التي نشهد يعني يوميا تثبيت أيادي وأقدام الإسلام السياسي بالحكم، وبالتالي حماس ليس بواردها أن تكون في عجلة من أمرها لكي تقدم التنازلات غير المرضية، وهي تريد من الآن فصاعدا أن تأتي الأمور على مقاساتها. هي لم تعد قادرة لا أمام جماهيرها ولا أمام تحالفاتها ولا أمام قوتها أن تقبل بالفتات كما كان في الماضي. أشكرك دكتور باسم، شكرا جزيلا لك. انتهت الانتخابات المحلية بنتائجها التي منها ما جاء وفق التوقعات ومنها ما فاجأ المراقبين وحتى الفصائل، لكن جهات حزبية وإعلامية قد رصدت بعض الخروقات. دكتور و
وأخيرا جرت انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية بعد 3 سنوات من تعطيلها، عملية شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية. كاميرا وطن راقبت سير العملية ونبشت عن خروقات لكنها لم تجد الكثير. في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله اتهم أمين عام حزب الشعب الأجهزة الأمنية وبعض المسؤولين بالتأثير على خيارات الناخب. كان هناك أحيانا بعض التدخلات التي يجب أن توجد طريقة لوقفها، سواء أحيانا من خلال المواقع التي يشغلها بعض النشطاء الانتخابيين والذين استغلوا المواقع التي يشغلونها من أجل التأثير على الناخبين. هذه قضية حصلت في معظم المناطق تقريبا، وبالتالي يجب التوقف عندها بشكل كبير. وبشكل خاص نحن نريد فقط أن يكون في مراكز الاقتراع فقط جهاز الشرطة الفلسطيني المسؤول عن تأمين الانتخابات بالإضافة إلى هيئة الانتخابات المركزية، ولا أي جهاز أو أي مسؤول أمني آخر. ميدانيا وفي مراكز الاقتراع تنافست الكتل الانتخابية على اتهام بعضها بارتكاب الخروقات. للأسف الكتلتين الأخريتين ما التزموا ولا زالوا بوزعوا بطاقات وهم لابسين السترات. يعني هو لما بيكون في ملابس مكتوب عليها أسماء الكتل وتعتبر هي دعاية انتخابية متنقلة، وهذا خرق القانون. البعض بيدخل ضمن إطار موقع الاقتراع إلى مسافة أقل من المسافة المطلوب الابتعاد عنها. كالبعض كان قد علق دعايته الانتخابية أمام مراكز، يعني على مراكز الاقتراع إذا جاز القول، يعني على المدارس، وأيضا تم مثل الكاثوليك مدرسة الرجاء اللوثرية آسف. وفقا لقانون الانتخابات فإن من لا يعرف القراءة والكتابة لا يحق له ممارسة حقه الانتخابي إلا بقريب من الدرجة الأولى أو الثانية، بينما هذا لم يحدث مع أبو غسان في مدينة رام الله. أنت تعرف تقرأ وتكتب؟ لا. لا تعرف تقرأ ولا تكتب؟ أبداً. بس مع هيك خلوك تنتخب لحالك. اللافت أن المراقبين المحليين الذين عينتهم لجنة الانتخابات المركزية اختلفوا حول هذه القضية رغم نص القانون الواضح. أن لا يدخل مع أحد هذا يعني خرق للقانون. إذا هو عارف القائم اللي بده إياها مش ضروري يكون مع مراقب المرافق سوري. في سياق آخر لوحظ خلال الانتخابات بعض الإشكالات الفنية في بيانات الناخبين التي وزعتها بعض القوائم المتنافسة. في قوائم توزعت على المرشحين اللي محطوط فيها اسماء اللي بيطلع لهم ينتخبوا مع المواقع، وشفت انه اسمي في رام الله الثانوية. قرأت اسمك؟ نعم قرأت اسمي، ولكن للأسف ما لقيتوش هون. لجنة الانتخابات المركزية اعترفت بكل الخروقات السابقة أثناء مؤتمر الإعلان عن النتائج. في عملية الانتخابات حصلت انتهاكات، ولكن جميع الانتهاكات اللي حصلت هي انتهاكات متواضعة. وأخيرا فاز صوت المواطن بعد تهميشه 3 سنوات متتالية، لكن ليس كل المواطنين، خصوصا وأن نسبة المشاركين في رام الله على سبيل المثال لم تتعدى 44%. نزار حبش من مدينة رام الله، تلفزيون وطن. الآن فهذا تذكير بالعناوين المتبقية في هذه الحلقة. القوائم الانتخابية النسوية تصطدم بحائط الحزبية والعشائرية. سوق العمل يدير الظهر لعدد كبير من خريجي كليات الإعلام. التراث الفلسطيني صامد أمام مخططات الطمس والتبديد. الحزبية والعشائرية وضعت سدا أمام القوائم النسوية وحالت دون اجتيازها الحسم، ما يؤكد أن الثقافة المجتمعية ما زالت رهينة تصنيفات واعتبارات لا تؤمن بإطلاق الطاقات النسوية.
فقد انتهى يوم 20 من تشرين الأول لعام 2012 وأعلنت النتائج الأولية لعملية الفرز مخلفة السعادة والفرح على وجوه الكثيرين، لكنها في الوقت ذاته تركت غصة في قلوب آخرين. فرغم الجهود الكبيرة التي بذلتها قائمة بنات البلد النسوية في قرية صفا قبل وخلال وبعد الدعاية الانتخابية، إلا أن الحظ لم يكن حليفهن، حيث لم يتمكن من الحصول على أي مقاعد داخل المجلس القروي. احنا في ثقافة مجتمعنا لا نمارس حرية التفكير ولا حرية الاختيار ولا حرية اتخاذ القرار، وهي مسؤولية وهي عملية متواصلة بتبدأ في البرامج وفي الحياة اليومية اللي احنا بنكون فيها وبنمارسها بشكل يومي. يعني احنا اللي لاحظنا انه لا قرار لا سواء كانوا رجال أو نساء اللي في المقابلات وفي الحوار كانوا يحكوا إحنا معاكم، وبالعكس كانوا يطلعوا يقولون صوتنا لكم، وإحنا عمليا الأصوات اللي جتنا هي أصوات العائلة فقط. القائمة النسوية في صفا كانت قد تشكلت بهدف تعزيز وجود عدد أكبر من النساء في المجالس القروية وتنفيذ مشاريع وبرامج لتنمية المرأة وتمكينها لتكون قادرة على خوض الحياة العامة والسياسية. إيصال صوت المرأة التي تسكن في بيتها وتحتاج إلى كثير من الاحتياجات إلى المجلس وإلى المسؤولين في المجلس بأن هنالك نساء يعانون في بيتهم لكن لا يخرجوا من بيتهم، من إطار بيتهم، ممكن الظروف، ممكن التحكم في المرأة في البيت. وتنافست مع قائمة بنات البلد قائمتان أخرتان، قائمة أولى تضم قوى اليسار وقائمة ثانية لحركة فتح، والتي حصلت على أكثر مقاعد المجلس. وقد عبر معظم المواطنين عن تأييدهم للقائمتين الأولى والثانية على حساب القائمة النسوية، وذلك لأسباب حزبية وسياسية وعائلية. النسوية بحتة ما بتخدمش البلد، احنا بدنا ناس اللي تطارد وتروح وتلف على المؤسسات وتجيب دعم لهذه البلد وتجيب مشاريع وبنية تحتية. خلينا نحكي السبب السياسة، يعني خلينا نحكي وجزء منها ابن عمي كان في القائمة، ولا مش لا مش لانه في لان قائمة نسوية يعني ما صوتت لها، بالعكس لو ما كان ابن عمي كان اعطيت القائمة النسوية. القائمة النسوية الأخرى في مدينة الخليل لم تتمكن أيضا من الحصول على أي مقاعد في المجلس البلدي، وهو ما يدل على أن عادات المجتمع وتقاليده ونمطه العشائري يلقي بظلاله على توجهات الناخبين. أثبتت القوائم النسوية خلال الانتخابات المحلية أن المرأة الفلسطينية قادرة على التحدي والوصول إلى مناصب صنع القرار، لكنها أثبتت في الوقت ذاته أن العشائرية هي الأساس الذي يحدد خيارات الناخبين داخل صناديق الاقتراع. من أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة، شيرين الفار، تلفزيون وطن. خريجو كليات الإعلام يعانون من مشكلات جمة تعترضهم وتحول دون التحاقهم بسوق العمل ما تطلب عقد مؤتمر خاص بغية تفكيك هذه الظاهرة بالتشخيص والتحليل والتصور بهدف إيجاد بعض الحلول. بهدف تطوير وتأهيل الطلبة وخريجي الإعلام وتعزيز علاقتهم بسوق العمل الإعلامي، عقدت مؤسسة إعلاميون بلا حدود ونقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم في رام الله مؤتمرا تحت عنوان احتياجات سوق العمل الإعلامي الفلسطيني. فكرة هذا المؤتمر انه جاء من فكرة المؤسسة نفسها، نحن جئنا لنتحدث عن تدريب طلبة الإعلام في الجامعات الفلسطينية وتأهيلهم للخوض في سوق العمل. بدأنا الاتصالات مع الحكومة ألا يقبلوا في العلاقات العامة وأقسام الإعلام إلا خريجي إعلام،
لأنه لا يجوز أن تكون هذه المؤسسات مفتوحة بكل ما هب ودب دون تخصصات، وكأن العلاقة العامة والإعلام أي شخص يستطيع العمل فيها. هذا مفهوم خاطئ، يجب أن تعطى الأولوية لطلبة الإعلام. يجمع هذا المؤتمر كل أطراف العملية الإعلامية من الجامعات وهي المهد الأول لطالب الإعلام والمؤسسات الإعلامية ونقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني وطلبة أقسام الإعلام وخريجيها الذين أقيم لهم على هامش المؤتمر معرض للمؤسسات الإعلامية المختلفة ويوم توظيف. أعتقد أنه إحنا كلنا بنتحمل المسؤوليات بداية من المعلم اللي بعلم المسكات للمؤسسة التعليمية للمؤسسة التعليمية اللي بتحط السياسات للمؤسسات الإعلامية لذهنية ومزاج الجمهور. كلنا بنتحمل المسؤولية باتجاه كل حالة الضياع اللي بيعشوها طلبة الإعلام أو خريجي الإعلام. أول شيء بحب أحكي إنه إحنا سعيدين كشبكة أجيال الإذاعية إنه نشارك في مؤتمر إعلاميون بلا حدود، ومن أجل إنه نساهم في إتاحة الفرصة للخريجين إنهم يقدموا طلبات التوظيف ويكونوا يعني الأوائل في تقديم هذه الطلبات، وبالتالي ممكن إنها تصح الفرصة في المستقبل القريب. ضم المؤتمر جلستين واسعتين للنقاش حول احتياجات سوق العمل الإعلامي ودور الجامعات في تعديل مناهجها لمواءمة هذه الاحتياجات ودور النقابة ووزارة الإعلام والطالب في إيجاد فرصة عمل جيدة. بدنا نتذكر دائما انه سوق العمل المشكله مش فيه، المشكله في الطالب اللي هو ما بيشتغل على حاله خلال سنوات دراسته. ما بيكفيش انت تجيب علامات كتير عاليه خلال سنوات الدراسه لحتى بالاخر تتخرج وتصفي عاطل عن العمل. مهنة المتاعب كما يعرفها الجميع، ويتفق الحضور جملة وتفصيلة في أنها تحتاج جهدا كبيرا وفاعلا وجماعيا للخروج بإعلامي نوعي ومتميز، ابتداء من أقسام الإعلام في الجامعات ومرورا بمرحلة التخرج والبحث عن عمل وانتهاء بالبطالة. تجتمع اليوم الجامعات والمؤسسات الإعلامية والخريج كمحاولة للبحث عن حل ينصف طالب الإعلام ويتجه نحو إعلام أفضل. لتلفزيون وطن، فاطمة مشعلة، رام الله. قبل الفاصل نذكر بالعنوان الأخير. التراث الفلسطيني صامد أمام مخططات الطمس والتبديد. وطن للأنباء، انحياز دائم للحقيقة. وطن للأنباء، إطلالة موضوعية شاملة على أخبار فلسطين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. مساحة حرة لجمهور القراء ولكافة الأقلام والآراء. وطن للأنباء، تقارير تلفزيونية مصورة من قلب فلسطين. wotannews.net wotan.tv. التراث الفلسطيني يصارع النسيان، بيد أن هناك في مجتمعنا مؤسسات ترى أن الحفاظ على التراث يندرج في إطار الحفاظ على هويتنا الوطنية المستهدفة. تراها ترقص العجين بين يديها، تولجه في رحم التنور فيولد خبزا حيا نابضا تزغرد له النار في الحطب، قالها أحد الشعراء فانطبقت على أم جابر القادمة من قرية بلعين غرب رام الله للمشاركة في مهرجان التراث الخامس في قصر رام الله الثقافي. مش لازم أن احنا نبطل عن شغلنا، في أنو أحسن تأكل خبز شغلك ولا تأكل خبز الله أعلم شو هو. أنا عندي ولاد ما شاء الله برضو شو أكل خبز الكماج من مرة، يعني بقول لك بفضل أموت من الكلة وما تشلش الخبز شو السوق. فهالأفضل ها أنت تنخل الطحين وتشوف خبز المصانع مش ولا بد.
ومن رقص العجين على أنامل أم جابر كان الرقص التراثي الفلسطيني يروي حكايات الماضي على خشبة المسرح. سبع فرق جاءت من رام الله، بيت لحم، نابلس وجنين، أشعلت حماسة جمهور المهرجان الذي نظمه مركز الفن الشعبي. مركز الفن الشعبي هو من المؤسسات الرائدة اللي تحافظ على الإرث الثقافي الفلسطيني، سواء بجمع كان بجمع الأغنية وعمل أرشيف للأغنية والموسيقى التقليدية الفلسطينية، أو الحفاظ على الفن الإذاعي من خلال الدبكة الشعبية. كتير مهم الشعب الفلسطيني يحاول يحافظ عليه عشان يبين للعالم إنه هذا هو تراثنا وهي هي بلدنا. يعني سلبوا منا كل شيء، يعني حتى التراث، يعني على قليل واحد يحافظ على تاريخه وأصله. احنا بنحاول نحكي انه لسات التراث موجود، ولسات الدبكة موجودة، ولسات الشعب الفلسطيني موجود، يعني حتى لو كان من خلال الدبكة. تراث يمضي في طريق النسيان ليصطدم بأناس مصرين على إعادة إحيائه في الأجيال الشابة. كيف لا ومن لا تاريخ له لا مستقبل. نزار حبش من مدينة رام الله، تلفزيون وطن. وقبل أن ننهي هذه الحلقة نذكر بالعناوين. أمير قطر يزور قطاع غزة على وقع القصف الإسرائيلي. مجالس بلدية وقروية جديدة وهناك من يتحدث عن خروقات انتخابية. القوائم الانتخابية النسوية تصطدم بحائط الحزبية والعشائرية. سوق العمل يدير الظهر لعدد كبير من خريجي كليات الإعلام. التراث الفلسطيني صامد أمام مخططات الطمس والتبديد. شكرا للمتابعة وكل عام وأنتم بخير.